ومنها الفتح بداية والنصر نهاية. رحمت شويكي عميد كلية الأعمال والاقتصاد. هذا الحفل يأتي لتكريم الطلبة المتفوقين في كلية الأعمال والاقتصاد من مختلف التخصصات، وبالتالي سعي لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والنجاح، بالإضافة إلى تحفيز لزملائهم الآخرين لكي يكونوا متفوقين ومتميزين. وكما تعلمون فإن التميز هو عنوان للإبداع، هذا مما ينعكس على طلبتنا وبالتالي خريجينا، وما يؤدي إلى منافستهم بشكل أكبر في سوق العمل، وبالتالي استطاعتهم للمنافسة وإشغال ووضع أنفسهم في كافة الميادين في فلسطين وخارج فلسطين. طبعا احنا في مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابية منظمين اليوم الرابع على التوالي حفلة كلية الإدارة والاقتصاد. طبعا احنا بنتمنى التفوق والتميز لجميع طلاب الجامعة، وبنشكر الطلاب المميزين المتفوقين اللي احنا مكرمينهم اليوم، بنبارك لهم، بنبارك لأهلهم، بنبارك لفلسطين بهي النخبة اللي راح تخرج على المجتمع لبناء المؤسسات وبناء الوطن. طبعا هم هذول اللي راح يكونوا هم بالمستقبل، هم بناة المؤسسات وبناء الوطن، هم راح يقودوا الوطن بإذن الله تعالى. احنا نفخر في طلابنا، نفخر في طلاب متفوقين وفي طلاب الجامعة بشكل عام. احنا في جامعة خضوري نتمنى لجميع الطلاب التميز والتفوق، وبنوعد الطلاب في مجلس الطلبة وحركة الشباب الطلابية نحن جنبهم في كافة الفعاليات سواء المنهجية أو اللامنهجية القادمة بإذن الله.